قال صفيج الدين الحلي: لا يمتطي المجد من لم يركب الخطر، ولا ينال العلا من قدم الحذر، ومن أراد العلا عفوا بلا تعب قضى ولم يقض من إدراكها وطر. لا بد للشهد من نحل يمنعه، لا يجتني النفع من لم يحمل الضرر. لا يبلغ السؤل إلا بعد مؤلمة، ولا يتم المنى إلا لمن صبر. وأحزم الناس من لو مات من ظمأ، لا يقرب الورد حتى يعرف الصدر. وأغزر الناس عقلا من إذا نظرت عيناه أمرا غدا بالغير معتبرا.